تضمت أعمال الملتقى الحكومي 2016 العديد من الجلسات النقاشية تمحورت حول ابتكار وصنع العديد من المبادرات الرامية للنهوض بمجالات العمل المتنوعة بالشكل الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. المواطن البحريني هو النقطة الهامة التي تقع في منتصف الدائرة الحافلة بالمكاسب الإيجابية التي لن يتم قطفها إلا عبر تقديم أمثل الخدمات الحكومية وأكفائها، ليستطيع أن يكون شريكا استراتيجيا في إتمام التنمية الشاملة. محمد الرشيدات والتفاصيل. عطفا على ما تم طرحه من مواضيع نقاشية في جلسات الملتقى الحكومي 2016، فإن سياسة التحديث ومراعاة الأسس الرامية للازدهار عبر بوابة تنمية وتطوير جودة الخدمات الحكومية المقدمة هي الفاصل الأبرز في معادلة تحقيق الرؤى الثابتة المساعدة في وضع الركائز الممهدة لانطلاقة تنموية جديدة قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات. حرص القيادة الرشيدة في مملكة البحرين على تطوير الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وفي تدشين ميثاق العمل الوطني وكذلك في تدشين رؤية البحرين 2030 صرح سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أن لا فائدة من تنمية إذا لم تكن في صالح المواطن. هذا الملتقى يعتبر من الملتقيات التي تحفز وتساعدنا كمسؤولين في الوزارات للتقدم إلى الأمام. هي عبارة هو تقييم لما قامت به الجهات الحكومية، ونحن كوزارة الصحة أحد هذه الجهات، وتطلعنا ونظرتنا المستقبلية لما نستطيع أن نقدمه برغم كل التحديات كما ذكرها سمو ولي العهد في كلمته. تحسين الخدمات، تقديم الخدمة الأفضل للمواطن، الإبداع والتطوير يعطينا طبعا حافز ودافع ان احنا يعني نستمر على هذا الطريق، ونحاول ان احنا نفكر دائما خارج الصندوق ونبدع في تقديم الخدمات تسهيلا للمواطن وتحقيقا لرؤية جلالة الملك. الاستثمار في المواطن معادلة حتمية لا تقبل القسمة على اثنين. برنامج عمل الحكومة ركز على الاهتمام بالمواطن، لذلك نرى احنا مستوى التعليم طبعا نتكلم عن الشباب، نتكلم عن تعليم الشباب، عن صحة الشباب، عن جميع الخدمات اللي تقدم للشباب، عن تدريب الشباب. اليوم تتميز مملكة البحرين بتهيئة الشباب لدخول سوق العمل. جنبا الى دور القطاع العام في بلوغ النهضة الاقتصادية المرجوة، يأتي القطاع الخاص كلاعب اساسي لا يمكن تجاهله باعتباره أحد المحركات الضرورية للتنمية الشاملة، وبالتالي لا بد من توفير أخصب البيئات المحفزة لنموه واتساع نطاقه. جهد مو بسهل، لكن الجميل أن في وحدة في الرؤية، المواطن هو المرتكز. شلون نخدمه، شلون نغير من إجراءاتنا، شلون نطور من عملنا عشان المواطن، مو عشان أن الخدمة بالنسبة لي صارت أريح. الملتقى الحكومي والذي يعد الأول من نوعه هو بمثابة وصفة دوائية ستبطل مفعول التحديات التي قد تعترض طريق الإنجاز بين اللحظة والأخرى. هذا الملتقى الحكومي بامتياز لم ينفك عن ذكر أبرز الخطط والبرامج التي تحابب قالب تقديم الخدمة الأمثل للمواطن البحريني بكفاءة وجدارة عالية. ما من شأنه ملامسة الصواب في رؤية ما ترجوه العين من نماء وتطور يبشران بضخ دماء جديدة في جسد التنمية المستدامة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.